شتي فهاد الحجر الصحي حنا بعدا استفدنا بزاف. انا بعدا في الكوزينه وصلت 16 الاخر مورا هاد الحجر الصحي يخليوني في الدار. انا غنخرج انايا وصلت 16 الاخر. شنو هو الحريره حامضه دي مولات الخير الراسي ما لا يوتيوب لا جوجل ما حتى واحد ما شفت حتى واحد بحال تتصوب شي معادله في المرض. عرفتي شحال كاين باش تجي تنصوب؟ عرفتي تنقيد الليل حتى تنقيدو كارت غادي نوريها لك ما عرفت والله ما تعرفش عليها ولكن 16 الاخر يخليوني انا في الدار. هاي انتم الاخوان اللي حاش منا اسمعوني يا بنات الناس اللي تتقلب على شي ولد الناس على الحريره. شتي اختي بعينك ما خبيت عليك والو تندير سكسو بسبع خضاري سكسو بالدفايه بدات باقي ما داز المسمن البطبوط الدجاج منصوب الدجاج مرفوع الدجاج مكسور اي حاجه حليتي عليها فمك اختي انا كاين في الكوزينه والله ما نخليك تاكلي ما كلت الزنقه ونزيدك الصابون والمصلوح والطلماط من قديم هادشي والجفاف من باب الدار وقع الدار وتب الزنقه وترش باب الدار ويرفوت هاد الحجر الصحي وتمشي نجيب واحد جوج توما نبدل لهم ليك واش نفيض لهم الحلب ونبرد لهم الرضاعه ونغني لهم في البستان تينيس ونزيدك اي حاجه حليت عليها فمك في الكوزينه كاينه انت امري وانا نغمري وهذا الشيء كامل وانا عندي غير طليبات صغيوره شرط واحد اللي عندي انا ما نشرط عليك الاربعه من الحاجه لا ثمانيه من الحوايج عندي حاجه واحده نقولها لك كل شيء كاين ما خصنا حتى خير الحمد لله غير الا عندك شي باك عنده شي بركه مقوف ولا مخبيها جيبيها لنا كلها انا وياك. السلام عليكم. معدات الحريره سخونه عندكم تخرجوا الزنقه راه كاينه كورونا.